HD خمس تصرفات ستفعلها المرأة تلقائيا إذا كانت معجبة بك اكتشفها. الأشياء التي تدور في عقل المرأة عندما تعجب برجل ما قد تكون صعبة الفهم والاستيعاب، لكنها في الوقت نفسه تظهر بشكل تلقائي في تصرفاتها العفوية، حيث هناك علامات محددة هي الأسهل والأوضح تكشف إعجاب المرأة بالرجل، وهي كالتالي: أولاً، لن تنهي حديثها معك بسرعة. حين تعجب المرأة بالرجل تصبح تستمتع بالتحدث إليه ولا تريد أن ينتهي الحديث معه بسرعة، وبالتالي ستحاول ابتكار أي شيء للحديث معه، وأيضاً تصبح تراسله مرات عديدة ومتتالية، وقد تسهر لساعات متأخرة لتتواصل معه. ثانياً، ستعرف كل ما يجري في حياته. المرأة المعجبة بالرجل تلجأ لملاحقة نشاطه بشكل مستمر، سواء في الحياة الواقعية أو حتى الافتراضية مثل مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا التصرف عفوي يعكس اهتمامها به. ثالثاً، تقف في أماكن تسمح لها برؤيته دائماً. طبيعة المرأة أنها فضولية، وفي حالات الإعجاب يزداد فضولها أكثر، إذ بعد إعجابها بالرجل تصبح تتعمد التواجد في أماكن تمكنها من النظر إليه وملاحظته بشكل مستمر. رابعاً، تظهر بأفضل حلتها عندما تقابله، وذلك بارتدائها لأفضل ثيابها وتزينها بأجمل صورة ممكنة. فعندما تعجب المرأة بالرجل ترغب تلقائياً بأن تنال إعجابه هو الآخر. خامساً، تبتسم بشكل مستمر عندما تراه أو تسمع أخباراً عنه. المرأة المعجبة بالرجل لديها قابلية أكثر للضحك والابتسام عندما تراه أمامها أو عندما يقول مزحة معينة، كما قد تبتسم لمجرد سماعها أخباراً عنه وهو غير موجود. إن أعجبكم الموضوع أرجو عمل لايك واشتراك وضغط على إشارة الجرس حتى يصلكم كل جديد. مع تحيات أختكم ماريانا. باي. Space Grade Channel.